تفضل. الله يعطيك العافية حكيم. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يعطيك العافية يا عم. استبيح حبيبي. اهلا وسهلا. كيف حالك يا حكيم؟ ميت اهلا وسهلا. سلامتك. والله يا حكيم انا تعبان. والله تعبان، كل شيء فيه بيجاني يا حكيم. الف 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 سلام عليك. قول لي يا حاج، من ايش بتشكي؟ شو تعمل لك لما هعمل لك؟ بلش من عند اسئلة راسي. صدق في الليل بحس وجع براسي كتير، وكأن راسي قد الطنجرة. انزل لتحت شوي، حلقي بيجعني. لو جينا هون عند الرئتين، صدق وانا نايم بكون اسحب نفس، بس شو وكأني ايش شفت تقول بسحب من برميل كيز. بعدين ايش يا حكيم، بطني بيجعني وبنبصني. شو بدي اقول لك؟ قول ما في بيجعني يا حكيم. فانا دلوني عليك، قالوا لي ما لكش الا الحكيم هذا، لانه شاطر. انا جاي عليك يا حكيم. سلامتك سلامتك، الف سلام عليك يا حاج. ابو ايش البركة؟ عمك ابو عبدو يا عمي. انا الف سلام عليك يا ابو عبدو. بسيطه ان شاء الله، شغلتك عرضيه عاديه يعني، مش هال بدي قبل ما اشوف لك الدواء. قول لي يا ابو عبدو، كيف بتنام في الليل؟ مكشف مغطى؟ والله يا بني لك الصراحه، انا بنام مغطى. اقول لك الصراحه ما صحيح، بس شو بصير معي في الليل والله ما بعرف، لان انا بصحى الصبح بحس حالي مكشف. مكشف؟ ويا ترى الشبابيك في الدار بتخليهم مفتحين ولا بتسكرهم؟ والله يا بني مش مخبى عليك، انا بسكرهم يا بني. غلط غلط، هذا هو الغلط ابو عبدو، هذا الخطا اللي كنا بنوقع فيه. ايش؟ سكر شبابيك عشان ما تدخلش برا، سكر شبابيك عشان ما تدخلش السيستم. غلط، الروح بدها تتنفس يا ابو عبدو، جسمك وانت نايم بده يتنفس، بده هواء، بده اكسجين. انت بتعرف يا ابو عبدو ان الطب الحديث اكتشف انه شبابيك الدار لازم تبقى مفتوحه، كل الشبابيك. غلط تسكر الشبابيك، تخنقش الدار يا ابو عبدو، تاخدش برد يا ابو عبدو، اوعى تسكر الشبابيك، نام ارتاح، افتح الشبابيك كلها وخلي جسمك هيك بده يتنفس. بس اللي بقوله حسبي الله عليك يا ام عبدو، انت والاسس تبعك. انا كنت شاكك يا دكتور ان هي خنقه. شايف؟ هذا هو. طبعا اسمع مني، بس افتح شبابيك الدار كلها ونام، هوي جسمك. خلاص خلاص، شكرا يا حكيم. اعمل زي ما قلت لك يا ابو عبدو، نام، خلي الشبابيك مفتحه، وتعالي الاسبوع الجاي في المراجعه وبتقول لي شو صار معك. ماشي، قول لي شو بصير معك. خاطرك يا حكيم. سلامتك. اذا قلت لازم افتح الشبابيك على الاخر. طبعا خلي جسمك يتنفس، هذا هو، خلي روحك تنعنش. الله بتحكي صح، يا هيك الطب يا بلاش. قول لك دكاتره مش بكون تروح على دكتور طر طر بصير ترصدك في هالرشتين. هاي الطب الحديث، هذا الطب العلاجي. سلامتك. طبيعي علاج، طب بدك هوا تتنفس، تحكي صح. سلامتك. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. سكر الشبابيك، ايه بسكر الشبابيك، بتموتوا بالخنقه. بتموتوا بالخنقه. اهلا وسهلا. اهلا ابو عبدو. الله يعطيك العافيه يا حكيم. الحمد لله على السلامه ابو عبدو. وين كنا وين صرنا؟ مبين عليك منعنش. يا سلام، منعنش كثير كثير، منعنش طمعني منعنش. ما شاء الله عليك ابو عبدو، شفت شفت؟ قول لي طمني، الصداع راح؟ هو بس الصداع راح. افتح الشبابيك يا ابو عبدو، الصداع راح. افتح الشبابيك يا ابو عبدو، التلفزيون راح. افتح الشبابيك يا ابو عبدو، الميكروويف راح. افتح الشبابيك يا ابو عبدو، المكوى راح. شو اعد لك لما اعد لك يا حكيم؟ كله راح. راح يا حكيم، راح يا حكيم.
كله منك انت خربت بيتي يا حكيم. كله راح من فتحة الشبابيك يا حكيم. انا قصدي تتنفس. انت خربت بيتي يا حكيم. ابو عبده طول بالك. انا خفت عليك يا ابو عبده. انا صرت على الحديدة. كل شيء انسرق من الدور. افتح الشبابيك يا ابو عبده. افتح الشبابيك يا ابو عبده. ذبحني انت. طول بالك. انت اصلا. شفت يا حكيم خرب. أبو عبدو.